اليوم 10/1/2021 يوم الأحد، تعشينا في المكان في الأرز، مطعم الأرز. نحن هنا في منطقة الجرف في عجمان، في هذا المكان الحلو الحين مع السويت في جراد. موجودين، وهاي مكان العلم، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا منطقة العلم، وهني ما شاء الله اليوم في هذا المكان. والعلم مرفوع شامخا دائما ان شاء الله تعالى. هذا المكان الحلو، وهاي قاعدة تقرأ دراسة في الخارج، وطبعا قاعدة حلوة وجميلة، وطبعا منظر جميل حتى القاعدة. صوت الماء الجميل، وأمام جامعة عجمان علوم تكنولوجيا، وجام أمام مقابل مستشفى الشيخ خليفة في عجمان. في هذا المكان تصور، هذا المكان قطعة واستمتاع، وهذا مرحب الأرز. نحن موجودين في الجراج